من هنا المدخل إلى شارع آل المقداد وإلى منازل أبناء العشيرة الذين تحولوا في الأيام الأخيرة إلى نجوم الشاشات، كل الشاشات. الانطباع الأول يشي بهدوء غريب، وكأن الأيام التي مرت لم تحمل أي جديد. أما هنا فمنزل الرجل الأول في العائلة، ماهر المقداد. اسم الرجل وحده يجعل العشيرة كلها تتأهب، لكن ماهر في أيام العمل العسكري للعائلة غيره ماهر في أيام استراحة الجناح العسكري، أو أقله هذا ما يبدو. للأسف يعني بيت المقداد مثل الجمر، بتبعد عم تتدفي، تدقريهم تحترقي. احنا مشكلتنا انه ما بنسكت عن حقنا. في ايامه العادية يجلس الرجل محاطا بعائلته، زوجتان وثمانية اولاد. ابن الثالثة والخمسين يبدو مقبلا على الحياة بكل تفاصيلها. اولادي يعني جزء مني، وبربيهم مثل ما الله امر، يعني علمهم تعليم وربيهم تربية صالحة واتركهم بالحياة، والله سبحانه وتعالى بيسر امره. وفي أوقات الاستراحة من العمل العشائري ثم العائلي يتفرغ ماهر المقداد لمشروعه الجديد، افتتاح ملعب ومقهى على مداخل الضاحية. الملعب يعني تطلع بالضاحية الجنوبية صارت غابة من الأبنية من بطون، ما في فسحة لمطرح واحد يقدر يتنفس، واحد يلعب، أطفال يلعبوا أو رجال يلعبوا أو كبار أو صغار. فكانت الفكرة هيدي مع استراحة خلف الملعب انه واحد بيقدر يموه عن باله، يقعد ياخد له ارجيلة، فنجان قهوة. اما الظهور العسكري للعائلة فلم يكن الا ردة فعل طبيعية. بظل غياب دولة ما في مين بده يحاسب مين؟ هذا واحد سنكوح مثل ابو ابراهيم بيلعب بالعالم كله بيحكي هالحكي هذا، انه موجودين ومش موجودين، شو هالخبرية هذه؟ ماهر المقداد هذا هو الناطق باسم العائلة الذي لم يتردد في التباهي بخطف سوريين وتركي، وما زال يواصل حياته بشكل طبيعي كأن شيئا لم يكن، كأن الدولة والقانون لم يمر من هنا.